بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد عادل البطل. ان شاء الله اكون معاك، وانا وباشمهندس محمد الدسوقي في كورس الووتر ديستريبيوشن اند سيوريجي سيستم. خلينا نبدا كده باول حاجه، ايه الاوبجكتيف بتاع الكورس ببساطه؟ ايه اللي انتوا هتدرسوه على مدار الكورس؟ اول حاجه محتاجين ان احنا نتكلم عنها، هنتكلم عنها على الايفاليويشن بتاع الووتر ديماند فور ا سيتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هيبقى عندي مدينه، المدينة دي ان انا عايز اعرف الووتر ديماند، هي محتاجة قد ايه مية في خلال المدينة دي عشان ان هي تقدر تبروفايد الناس بالمية اللي هم محتاجينها، محتاجة قد ايه ووتر ديماند. تاني حاجة هنتكلم عنها ديزاين بتاع كوليكشن وورك. ايه كوليكشن وورك؟ كوليكشن وورك ده عبارة عن حاجة، لو جينا تخيلنا مثلا ان انا عندي هنا ريفر، تمام، ده منشأ بيتعمل على ايه؟ الريفر بيتعمل في حتة زي دي، ده اسمه ايه؟ كوليكشن وورك. هنتكلم عنه ازاي بنصممه، كل فايدة المنشأ ده ان هو بياخد المية من نهر النيل. تالت حاجة هنتكلم عنها ديزاين بتاع الووتر ترانسبورتيشن اند ديستريبيوشن سيستم. الووتر ترانسبورتيشن ان انا ازاي من اول ما اخد المية من الريفر لحد ما اوصلها للناس ايه؟ في البيوت. لا، for human use. دي الترانسبورتيشن. بالنسبه للديستريبيوشن سيستم ببساطه، الديستريبيوشن سيستم ده عباره عن زي ديستريبيوشن نتورك، حاجه بالمنظر ده. وبنبتدي ان احنا عندنا باي، دي عباره عن بايبس هوريزونتال وبايبس فيرتيكال. ايه فكره وجود بايبس هوريزونتال؟ ودي الارياز اللي هي ما بينهم، الارياز دي بيعيش فيها ناس. الفكره البايبس هوريزونتال وبايبس فيرتيكال دي نفس البايبس تقريبا اللي موجوده تحت بيوتنا العاديه، دي البايبس اللي بتطلع الميه للبيوت، سواء ان هي هتبروفايد البيوت بالميه، الناس بالميه، او هتبقى تبع السيوريج سيستم، بمعنى ان دي هتبقى بايبس للصرف. اخر حاجه وبنتكلم بعد كده عن الايبانيت. الايبانيت ده ببساطه هو بروجرام هنستخدمه ان احنا نعمل ديزاين للديستريبيوشن نتورك اللي انا لسه شارحها. اخر حاجه هنتكلم عنها الديزاين اوف ستورم ووتر اند درينج سيستم، بمعنى ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها درينج سيستم. ده سيستم هنعمله عشان نصرف فيه المية بتاعة السيورج، زائد لو أنا عندي مية أمطار. مية أمطار بمعنى إن أنا هعمل بايبس، البايبس دي هصممها، البايبس دي بتكون اللي هي اللي على الطرق الرئيسية، دي بتكون sufficient إن هي تستوعب الويست ووتر اللي هي خرجت من البيوت، بلس الووتر اللي هي إيه؟ نتيجة الرين، اللي هي إيه؟ المية نتيجة الرين. ببساطة الـ Method of Assessment، احنا عندنا الـ Coursework ببساطة هيبقى عندنا 2 In-Class Assessment، كل واحد هيبقى ايه عليه 10%، واحد هيبقى في Week 6 والتاني هيبقى في Week 11، وكل واحد هيبقى 50 minutes. وتاني حاجة هيبقى Group Design Project، ده هيبقى عليه 20%، وده الـ Submission بتاعه هيبقى في Week 12، ده يتسلم 3000 words، أو هيبقى تسليمه على Turnitin. اخر حاجه unseen written exam ده عليه 60%. خلينا نبدا اول حاجه، ايه الووتر سايكل؟ ببساطه كده احنا بنتكلم عن ووتر ديستريبيوشن، ان انا عايز اوصل ميه من السورس اوف ووتر لحد ما توصل للناس في الديستريبيوشن نتورك. الموضوع ببساطه جدا ان انا السورس اوف ووتر ده مبدئيا احنا عندنا نوعين من السورس اوف ووتر، ده بينقسم لحاجتين، يا اما ان انا عندي سيرفيس ووتر، او ان انا عندي جراوند ووتر. سيرفيس ووتر ده سواء ان هو بينقسم لحاجتين، سواء ان دي ميه ريفرز زي نهر النيل او ليكس. غالبا في جزء، غالبا احنا الكورس ده كله هنتكلم عن ايه؟ عن سيرفيس ووتر اللي هي الريفرز، وجراوند ووتر اللي هي الاندر جراوند ووتر اللي هي الميه اللي موجوده تحت الارض اللي هي الميه الجوفيه، ودي غالبا هي مش هنتطرق ليها قوي. اول حاجه الكوليكشن، في حاجه هنا بنعملها بمجرد عشان ابتدي اخد الميه من سورس اوف ووتر، لو افترضنا ان هو نهر النيل، بنعمل حاجه اسمها كوليكشن ووركس. دي عباره عن منشأ بيتصب، احنا هنصممه في الكورس ده ان شاء الله، ده بيتحط على مباشره عند نهر النيل، بحيث ان انا اخد السفيشنت ووتر اللي انا محتاجها من نهر النيل بكميه معينه. بعد ما خلصنا الكوليكشن وورك، اول حاجه بنتكلم عليها بعديها التريتمنت. تريتمنت الميه دي، هل الميه اللي انا باخدها من نهر النيل دي، هل دي فاليد لان الناس يقدروا يستخدموها؟ لا، اكيد ما بيكونش فاليد لان الناس يقدروا يستخدموها بسهوله، فطبعا بحتاج ان انا اعمل لها تريتمنت.
عندنا التريتمنت ده بنستخدمه عن طريق حاجة اسمها ووتر تريتمنت بلانت. ووتر تريتمنت بلانت دي محطة المعالجة بتاعة المية، ودي الكلام ده كله هنتكلم عنه في سمستر 2 مش السمستر ده، اللي هو الجزء بتاع التريتمنت ده هنستنى عليه، ده لسه هنتكلم عنه في سمستر 2. بعد ما عملت المية تريتمنت بعمل لها ايه؟ ستورج. ستورج بمعنى ان انا المية اللي انا خليتها بقت valid for human use، المية دي هل المية دي هعملها ستورج؟ طب ايه فكرة ان انا اعمل المية دي ستورج؟ فكرة ان انا اعملها ستورج ان الهيومن كونسومشن مختلف في خلال اي تايم بيريود، يعني الناس بتستخدم المية في اوقات بكمية كبيرة وفي اوقات ما بيستخدموهاش خالص، فنتيجة كده هعمل ستورج بحيث ان انا الوقت اللي يبقى فيه الكونسومشن قليل هعمل ستورج، بحيث لما الوقت بحيث ان الوقت اللي يبقى فيه consumption بتاع الهيومن يوز عالي اقدر اخد من المايه اللي انا عملت لها ستورج. اخر حاجه هنتكلم عنها في الكورس ده الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده ببساطه دي الديستريبيوشن نتورك. خلينا نتخيل كده، دي عباره عن بايبس هوريزونتال وبايبس فيرتيكال، وهنا البيوت اللي موجوده بتاعت الناس العاديه. حلو، هنا كل اريا من دول بيعيش فيها ايه؟ بيوت وناس. دي ببساطة ان انا محتاج ان انا اصمم البايبس دي الهوريزونتال والفيرتيكال، وهنتكلم عن تصميمها later on. الكورس ده هيكفر الجزء بتاع الكوليكشن والجزء بتاع الاستورج والجزء بتاع الديستريبيوشن، لكن بالنسبة للجزء بتاع التريتمنت، التريتمنت ده هنتكلم عنه ان شاء الله في سمستر 2 تمام، لكن الجزء بتاع الكوليكشن والستورج والديستريبيوشن ده هنتكلم عنه من السمستر ده. خلينا نبدا اول حاجه، اول توبيك بنتكلم عنه خالص هو ايه؟ الميثودز اوف بوبوليشن بريدكشن. يعني ايه بوبوليشن بريدكشن؟ بوبوليشن بريدكشن بمعنى ان انا عايز اتوقع عدد الناس اللي هيعيشوا في منطقه معينه. طب ايه الفكره ان انا اقول لك توقع لي عدد ليه بعمل بوبوليشن بريدكشن؟ ببساطه خلينا نتوقع ان انا عندي سيتي جديدة مثلا، وهنقول ان دي نيو كابيتال سيتي تمام. نيو كابيتال سيتي العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة دي هل هي عايش فيها بوبوليشن حاليا؟ مفيش أي فيها بوبوليشن، عدد البوبوليشن بزيرو. حلو، أنا عايز أعمل ماستر بلان للسيتي دي، وعايز إن أنا لما يجي في سنة 2025 مثلا هيكون في سنة 2025 عايز الناس اللي هيكونوا عايشين في العاصمة الإدارية الجديدة دول تبقى المية اللي أنا بوفرها لهم، أو بمعنى أي الانفراستراكشر اللي أنا بوفرها لهم اللي هو ملخصة في البايب نتورك، عايزها تبقى sufficient للناس دي. فلذلك أنا هتوقع عدد الناس اللي هيعيش في العاصمة الإدارية الجديدة في سنة 2025. نتيجة إن أنا توقعت عدد الناس اللي هم هيعيشوا فيها في سنة 25، هقدر أصمم الديستريبيوشن نتورك اللي هي قلنا عبارة عن إيه؟ البايبس اللي هي هتوصل من أول السورس أوف ووتر لحد العاصمة الإدارية الجديدة. طب ميزة إن أنا عرفت عدد الناس في 2025 إن أنا هقدر أصمم البايب دايمتر. البايب دايمترز احنا قلنا النيتورك دي عباره عن بايبس هوريزونتال وبايبس فيرتيكال. البايب دايمتر ده هيعتمد مينلي على ايه عشان اصمم بايب ده؟ سواء اللينس بتاعها او الدايمتر، ده هيعتمد مينلي على ايه؟ هيعتمد مينلي على البوبوليشن اللي انا عملت لها بريدكشن. دي اول كيس بعمل فيها بوبوليشن بريدكشن. طب ايه تاني كيس بعمل فيها بوبوليشن بريدكشن؟ تاني كيس لو تخيلنا مثلا عندي مدينه زي مدينه بدر مثلا، مدينة زي مدينة بدر، أنا عايز أعمل فيها عايز أعمل في مدينة بدر دي عايز أعمل فيها development، بمعنى إن أنا عايز مدينة بدر تبقى زي التجمع الخامس تمام، عايزها كمان 3 سنين تبقى إيه زي التجمع الخامس، عشان كمان تبقى كمان 3 سنين يبقى زي مثلا التجمع. فإذا أنا عايز أطور السيرفيسز اللي موجودة فيها، من ضمن السيرفيسز اللي أنا بحتاج أطورها هي الديستريبيوشن نتورك اللي انا هبروفايد هبروفايد فيها الميه للناس اللي هيستخدموها فور هيومن يوز. فعشان اقدر اطور السيرفيسز بحيث ان هي تبقى بعد 3 سنين تبقى زي التجمع، باجي بعمل ايه؟ هعمل لها بوبوليشن بريدكشن، ان انا هتوقع عدد الناس اللي هيعيشوا في مدينه بدر مثلا كمان 3 سنين. طب ده هتوقعه بناء على ايه؟ لو افترضنا ان مثلا الكاركترستكس بتاعت مدينة بدر قريبة من التجمع الخامس،
فانا هتوقع عدد الناس بناء على طريقة، بناء على عدد الناس الموجود في التجمع الخامس، ودي طريقة حاجة اسمها كومباريزون جرافيكال كومباريزون ميثود، وهنتكلم عنها ان ديتيلز. كده اتفقنا انا ليه محتاج اعمل بوبيليشن بريدكشن خلاصة كده، بحيث ان انا اقدر اصمم الديستريبيوشن نتورك واقدر اصمم البايب اللي موجودة عندي، فلازم انا اعرف عدد الناس، عشان كده بعمل بوبيليشن بريدكشن. ايه الميثودز فور بوبيليشن بريدكشن؟ عندنا اول حاجة ماثيماتيكال ميثود. ايه الماثيماتيكال ميثودز؟ عندنا حاجة اسمها ارزماتيك ميثود، تاني حاجة اسمها جيومتريك ميثود، دي اسمها جيومتريك او اكسبوننشال ميثود، الاثنين بنفس الاسم. تالت حاجة طريقة اسمها ايه؟ انوال ريت اوف انكريز. دول الثلاث طرق الماثيماتيكال. هنتكلم في ال اه هنتكلم في ال اه هندي اكزامبل كمان شوية على الارزماتيك والجيومتريك. بالنسبة للانوال ريت اوف انكريز دي هنخليها، لان دي الطريقة المور اكيوريت في كل الطرق دي، سواء الجرافيكال او الماثيماتيكال، فدي اللي هنعمل بيها ديزاين بعد كده، فهنتكلم عنها ليتر اون. تاني نوع من الطرق اللي انا بعمل بيها بوبيوليشن بريدكشن هي الجرافيكال ميثودز، دي تنقسم الى جرافيكال اكستنشن او جرافيكال كومباريزون. خلينا نبدا اول حاجه، given the ده اكزامبل كده، given the following data for a population of city A it is required to forecast. forecast دي معنى predict its future population، عايز اتوقع ال future population at the end of the next 30 years. يعني next 30 years هنتكلم عنها by using the following methods. عايز استخدم ال arithmetic method وال exponential method وال graphical extension وال graphical comparison. طب ايه given data اللي بالنسبة لي معايا ال year ومعايا ال population بتاعت city A ومعايا ال population بتاعت city B؟ بصوا يا جماعة خلينا نتفق كده، دي اسمها كل رو من دول بنسميه record، تمام؟ ومن 1950 ل 1960 دي بنسميها بيريود، الفترة دي بيريود وده اسمه ريكورد. يعني أنا معايا ريكورد في 1950 إن الـ population of city A بـ 17,600 كابيتا، ومعايا population بتاعت city B اللي هي بـ 65,000، تمام؟ جميل جدا. أنا معايا ريكورد من كام؟ من 1950 ل 2010، معايا لحد 2010 ريكورد. هو بيقول لي it's required to forecast its future population at the end of the next 30 years، عايز اتوقعها بعد 30 سنة. بمعنى 30 سنة ده بمعنى ايه؟ انا حاليا بنعتبر ان انا هعتبر ان انا في 2010 اخر سنة انا عملت ليها ريكورد، يعني اذا انا عايز اعمل population prediction في 2000 وكام؟ 2040. تعال نتكلم عن اول ايه؟ اول طريقة ال population prediction. اول طريقة دي اسمها arithmetic method. بص اول رول موجود عندك بيقول بي ان ايكوال بي نوت بلس كي اي بلس كي اي في تي ان ماينس تي نوت. البي ان ده دوت اسمه الفيوتشر بوبيوليشن. طب البي نوت ده البريزنت بوبيوليشن. طب ايه الكي ده؟ الكي ده كونستنت. طب ال tn دوت ال time في ال future. طب وال t note دوت ايه؟ ال present time. تعالى نبتدي نعمل definition ال different terms بتوع ال equation دي. أول حاجة تعالى نتكلم عنها بالنسبة لل e، أول حاجة نتكلم عنها بالنسبة لل bn. كده احنا عرفنا definition لكل واحدة دي عبارة عن ايه. تعالى نمسك أول حاجة ال bn. البي ان دي انا عايز اعمل بريدكشن للبوبوليشن في سنه 2000 وكام؟ 2040، يعني بوبوليشن ات 2040، ودي الريكوايرد اللي انا عايز اجيبها. ايكوال البي نوت دي البريزنت بوبوليشن. طب ايه البريزنت؟ ده اخر ريكورد انا عملته. انا اخر ريكورد عملته كان امتى؟ لو رجعنا سلايد هتلاقي ان اخر ريكورد عملته كان في 2010. انا كل ده عايز اعمل الطرق الاربعه دول فور سيتي اي، ماليش دعوه بسيتي بي حاليا. فمعايا في 2010 البوبيوليشن بتاع السيتي ايه ب 68000، يعني اذا البي نوت دي معايا جيفن ب 68000، دي معايا زائد الكي اي ده قلنا كونستنت، التي ان ده الفيوتشر تايم. ايه الفيوتشر تايم؟ انا عايز اعمل بريدكشن في سنه كام؟ سنه 2040، ماينس البريزنت تايم اللي هو تي نوت. انا حاليا في سنه كام؟ انا حاليا في سنه 2010. هتلاقي ان كل الترمز بتوع الايكويشن دول، ده معاك وده معاك وده معاك، الريكوايرد كي اي ده اللي انا معرفوش. هو هنا بيقول لك الكي اي ايكوال سبميشن دلتا بوبيوليشن اوفر دلتا تي.
يعني اول حاجه انا عايز اجيبها كي اي. طب الكي اي بيساوي سمشن دلتا بوبيليشن اوفر دلتا تي. طبعا اذا اول حاجه عايز اعرفها ايه؟ الدلتا بوبيليشن. ببساطه هعمل كام خطوه كده عشان نعرف الدلتا بوبيليشن. مبدئيا الطرق بتاعه الماثيماتيكال الطرق الماثيماتيكال ميثودز دي لازم تتحل في لازم تحلها ان تيبل فورمات. لو حليتها غير تيبل فورمات انا شور ان انت هتتلخبط فيها. معايا ده الجدول الجيفن معايا كل يير والبوبيوليشن بتاعتها، كل يير والبوبيوليشن بتاعتها دلتا تي. تمام، ده جيفن، دي جيفن داتا اللي معايا من المساله. ايه اول حاجه عايز اعملها؟ انا عايز اجيب الدلتا بي. الدلتا بي ده الديفرنس بتاع البوبيوليشن، ده ماينس ده. خدت ده ماينس ده اداني 4800، ده ماينس ده اداني ده، ده ماينس ده اداني الرقم ده، ده ماينس ده اداني ده، وبنفس السيكونس كملت. اوفر دلتا تي يعني ايه دلتا تي؟ ده فرق التايم. فرق التايم ازاي؟ اللي هو 1960 ماينس 1950، وبعد كده 1970 ماينس 1960، بعد كده 1980 ماينس 1970. وبنفس الطريقه دي كده انا عرفت ان الدلتا تي بكام؟ ب 10. هاخد الرقم ده اقسمه على 10 بحيث ان هو يديني الدلتا بي اوفر دلتا تي. خدت 4800 قسمتهم على 10 اداني ايه؟ 480. كل الفكره اللي انت محتاج تاخد بالك منها في الحته دي ان هو مثلا ممكن هنا انا هنا مثلا قايل لك ان هنا 1970، ممكن اقول لك هنا ده 1975. ده معناه ان ال 7100 دي مش هتتقسم على 10، هتتقسم على فرق السنين اللي هو 5 سنين. لو ده ان كيس ان الرقم ده مثلا 1975 مثلا، ده التغيير الوحيد او الفكره الوحيده اللي ممكن يلعب فيها في الطريقه دي. انا محتاج اجيب سبميشن دلتا بي اوفر دلتا تي. هعمل سبميشن للكلام ده، ده زائد ده زائد ده زائد ده. جبت السبميشن طلع لي ايه؟ 5040. كده انا جبت سبميشن دلتا بي اوفر دلتا تي. لو تلاحظ هنا بيقول لي ديفايدد باي نمبر. ايه النمبر ده؟ النمبر ده ده عدد البيريودز. بمعنى ايه عدد البيريودز؟ احنا قلنا من 1950 ل 1960 دي بيريود، ومن 1960 ل 1970 دي ثاني بيريود، ودي ثالث بيريود، رابع بيريود، خامس بيريود، سادس بيريود. ده معناه ان عندنا 6 بيريودز. ممكن اقول 6 بيريودز، او انا معايا كام ريكورد؟ 1 2 3 4 5 6 7، معايا 7 ريكوردز ماينس 1. ده هيديني ايه؟ عدد البيريودز. الطريقتين الاثنين ايه؟ نفس الكيس، مش فارقه يعني، اي حاجه اسهل لك ليها تستخدمها. خلينا نحسب اول حاجه الكي اي. قلنا ان كي سبميشن دلتا بي اوفر دلتا تي اللي هي بايه؟ 5040 دي معايا. اوفر نمبر قلنا النمبر ده عدد الريكوردز ماينس 1، خدت 7 ماينس 1 اداني 840. الكي اي دي قلنا كونستنت فدي يونت ليس. تعالى بقى نعوض في الايكويشن الرئيسيه. البي ات 2040 ايكوال البي نوت اللي هي ب 68000، ده اخر ريكورد كان موجود معايا، زائد الكي اي 840 تايمز التي ان ماينس التي نوت. الكلام ده جبت البوبيوليشن ات 2040 طلعت لي ب 93200 كابيتال. كده خلصنا اول ميثود. تاني ميثود هنتكلم عنها النهارده هي الاكسبوننشال ميثود. ايه الفرق بين الارزماتيك ميثود والاكسبوننشال ميثود؟ كل الفرق ما بين الطريقتين هي حاجه واحده، ان هنا الايكويشن مختلفه. الايكويشن مختلفه بمعنى انا دخلت عليها لان قلنا ان البي ان ده قلنا دوت ايه؟ البوبيوليشن في الفيوتشر، الفيوتشر بوبيليشن اللي هي ايه؟ البي ات 2040 اللي انا عايز اعملها بريدكشن. قلنا البي نود ده البريزنت، التي ان نفس الكلام الفيوتشر تايم، والتي نود ده البريزنت تايم. كل فرق في الكي جي، الكي جي هنا هناك بتساوي دلتا بوبيليشن اوفر دلتا تي، لا هنا بتساوي دلتا لين بوبيليشن اوفر دلتا تي ديفايدد باي نمبر، والنمبر ده عدد البيريودز نفس اللي احنا قلناه. خلينا ناخد الجدول الجيفن بالنسبه لنا، دي جيفن داتا اللي عندنا. عايزين نعمل ايه؟ هو بيقول لي دلتا لين البوبيليشن، يعني اذا انا محتاج اجيب لين البوبيوليشن بعد كده ايه اعمل لها؟ اخد الديفرنس ما بينهم. خدنا لين البوبيوليشن، لين الرقم ده اداني 9.776، لين الرقم ده اداني 10.017. بعد كده عايز اعمل الديفرنس، دلتا لين البوبيوليشن ده ماينس ده، ده ماينس ده اداني دلتا لين البوبيوليشن، ده ماينس ده اداني ده، 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 ده ماينس ده اداني الرقم ده. كده انا عرفت دلتا لين بوبيليشن ودلتا ودلتا تي. دلتا تي بالنسبه لدلتا تي احنا قلنا هنا من 1960 1950 ده 10 years، فاخد الرقم ده ديفايد باي 10 years. الدلتا لين البوبيليشن اوفر دلتا تي خدت الرقم ده ديفايد باي 10 years، خدت الرقم ده ديفايد باي 10، الرقم ده ديفايد باي 10. معلش يا دول المفروض ما كانوش يبقوا هنا، كان المفروض يبقوا مترحلين تحت السلم. من خلال الكلام ده جبت دلتا لين البوبيليشن اوفر دلتا تي. الغلطه الديفولت اللي كلكم بتعملوها بتعملوا ايه؟
هنا مكتوب دلتا لين البوبوليشن اوفر دلتا تي. انا هنا اول خطوة حسبت لين البوبوليشن، في حد تاني بيروح عامل ايه بعد ما البوبوليشن دي جيفن؟ يروح احاسب الدلتا بوبوليشن، ياخد ده ماينس ده كده جاب الدلتا بي، وبعد ما جاب الدلتا بي يروح واخد لها اللين. فالطريقة دي هتلاقيها تديك رقم مختلف، ودي غلط، ما ينفعش تعمل الكلام ده. تمام، بعد ما خلصت كده انا حسبت سبميشن دلتا لين البوبوليشن اوفر دلتا تي، خدت لها السبميشن اهو، جمعت الايه الارقام الموجودة عندي. divided by number، ده number عدد ال periods، ادي 1 2 3 4 5 6، كده عندي 6 periods او 7 records minus 1. بالتالي تعالى نحسب ال kg. هتلاقي ال kg بتساوي submission delta lane population اللي هو الرقم اللي انا جبته هنا اللي هو 0.1352 minus على 7 minus 1 اداني 0.0225. عايز اجيب، عايز احسب لين البوبوليشن في فيوتشر، هقول لين البيئة 2040 ايكوال لين 68000 بلس الكي جي اللي هو معايا في التي ان اللي هي تي في الفيوتشر ماينس التي نوت اللي هي في 2010. الكلام ده اداني 11.8. يعني اذا انا معايا لين البيئة 2040 ايكوال 11.8. ده معناه عشان اشيل اللين هقول ايه؟ البيئة 2040 ايكوال اي باور 11.8. الكلام ده هيديني ايه؟ هيديني population at 2040 اللي هي طالعه بالرقم. تمام كده احنا خلصنا الطرق ايه الماثيماتيك. الطريقه اكتر طريقه اكيوريت في الطرق دي كلها هي طريقه الانوال ريت اوف انكريز، والطريقه دي قلنا نتكلم عنها واحنا بنعمل ديزاين ليتر اون. اول طريقه في الجرافيكال، الجرافيكال اكستنشن ميثود، هي من اسمها جرافيكال اكستنشن. مبدئيا انا معايا اليرز ومعايا بوبوليشن، هترسم جراف بكل بساطه هنا اليرز وهنا البوبوليشن. تعالى اول نقطه دي عند 1950 البوبوليشن ب 17600، عند 1950 بوبوليشن ب 17600 تقريبا اهي. هترسم كل النقط، بعد كده نروح موصلين ما بينهم ايه بلاين. الطريقه دي طريقه ابروكسيمت. الطريقه دي لازم تاخد بالك ان الطرق الجرافيكال لازم تتحل على جراف بيبر وتترسم تو سكيل. انا عايز ابريدكت البوبوليشن امتى؟ 2040. هروح اعمل لاين 2040. جميل جدا، من اسمها كده، اسمها اكستنشن ميثود، جرافيكال اكستنشن ميثود. هتيجي من عند اخر الخط ده هنعمل اكستنشن، نعمل لاين اكستنشن زي اللاين ده. عملت اكستنشن من اخر ايه؟ من اخر الكيرف. بعد كده ما عملت اكستنشن هتلاقيه تقاطع في نقطة هنا، النقطة دي امشي من النقطة دي هوريزونتال، همشي من النقطة دي هوريزونتال كده لحد ما الاقي نفسي خبطت في الجراف ده عند رقم. الرقم ده دوت بيمثل ايه؟ او مشيت لاين هوريزونتال خبطت في رقم، الرقم ده بيمثل ايه؟ البوبوليشن ات 2040، ودي البوبوليشن الريكوارد اللي انا محتاج اجيبها. طلع لي 118000 كابيتا. كابيتا ده بمعنى شخص او نسمة او سيتيزن. كده خلصنا جرافيكال اكستنشن ميثود. اخر طريقه اسمها كومباريزون ميثود. لو الناس تفتكر وانا بشرح كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك انت بيبقى عندك، لو عندك مدينه بدر، ومدينه بدر دي واخده نفس الترند بتاع التجمع الخامس مثلا، فانا عايز اتوقع البوبوليشن اللي هتبقى في مدينه بدر مثلا كمان 10 سنين بناء على ان هي واخده نفس الكاركترستكس بتاعه التجمع. دي الطريقه دي بتشرح الكلام ده، بمعنى انا معايا ريكوردز ومعايا البوبوليشن بتاعت سيتي اي ومعايا البوبوليشن بتاعت سيتي بي. كل اللي انت هتعمله هترسم جراف هنا اليرز وهنا البوبوليشن، نفس الكلام. بعد ما رسمت جراف هنا اليرز وهنا البوبوليشن هتبتدي ايه؟ سيتي اي، نرسم سيتي اي عند 1950 ب 17600، 1950 ب 17600، ترسم النوت بتاعت سيتي اي، ونفس السيكونس ترسم النوت بتاعت سيتي بي. انا عايز ابريدكت البوبوليشن امتى؟ ات 2040، هعمل لاين ات 2040. جميل جدا. في الطريقه اللي فاتت كنا بنعمل اكستنشن من السيتي لان كان اسمها جرافيكال اكستنشن، دي جرافيكال كومباريزون. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان انا عايز بدل ما هعمل اكستنشن لللاين ده عادي كده، لا انا عايز اعمل له اكستنشن، عايز اكمل اللاين ده بس بنفس الترند بتاع الجراف بتاع سيتي بي. على افتراض ان سيتي بي ده التجمع الخامس، فعايز اخد نفس الترند بتاع سيتي بي. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطة هتيجي من آخر نقطة في سيتي اي هنرسم لاين هوريزونتال، هتقيس لي المسافة. بعد ما ترسم لاين هوريزونتال هتقيس لي المسافة من هنا لهنا، وليكن المسافة دي طلعت ب 3 سنتيمتر. حلو، هنيجي من تاني نقطة هنا
هنرسم لاين، اللاين ده طوله 3 سنتيمتر، وعند آخر اللاين هتحط لي نقطة هنا. بعد كده نيجي من النقطة اللي بعديها دي نرسم لاين طوله 3 سنتيمتر ونحط نقطة في آخره. تالت لاين اللي هو هنا هنرسم تالت بوينت، هنرسم لاين ونحط نقطة في آخره، واللاين ده يبقى طوله 3 سنتيمتر، والنقطة دي نفس الكلام ونحط إيه نقطة في آخر اللاين. تمام. بعد ما عملت الكلام ده بكل بساطة هتوصل ما بين النقط، هنوصل ايه؟ هنوصل بايدينا بس بحيث ان هو يبقى واخد تقريبا نفس الترند بتاع الجراف اللي فوق. وصلت كده بايدي؟ جميل جدا. بعد ما وصل من عند النقطة دي، من عند النقطة اللي هنا دي، هنمشي هوريزونتال. مشيت هوريزونتال اهو وتطلع البوبيوليشن، لقيت هنا ان البوبيوليشن بكام؟ البوبيوليشن هنا ب100,000. طبعا انت لو عملت الكلام ده مش هيطلع اكيد معاك الرقم بوبيوليشن ب100,000. ليه؟ لان انا بعمل الكلام ده المفروض يترسم تو سكيل، لكن انا عامله هنا ابروكسيمت عشان بس افهمك الفكره ببساطه. كده دي البي ات 2040 ايكوال كام؟ ايكوال 100,000 كابيتال. كده خلصنا اول توتوريال، الموضوع سهل وبسيط. وشكرا ليكم لاستماعكم، وان شاء الله انا هحاول ان شاء الله يعني لو الوقت كفى ان انا ممكن اعمل فيديوهات لكل توتوريال ايه، بس ان شاء الله ربنا يسهل لو ايه كان في وقت. وشكرا جدا.